كلام واضح، انت اتفقت مع نادي تاني تعالى هنعمل لك حفل تكريم، ما اتفقتش هنوقع. كلام واضح؟ واضح. عشان ايه اللي فديه يقول لك اهو شفت؟ لا انا بقول اهو يا اشرف تعال وقعت تعول يا رفع. بالعكس لا، انت راجل محترف خلاص، انا اشكرك من فضل الاداء واسعدت مدينه الجماهير، اهلا بيك. لو ما وقعتش هنوقع. هتوقع الشروط التعجيزيه يا ريس؟ لا بقول لك ايه، بلاش انا الكلام. كيفية الإشراف على قناة نادي الزمالك؟ كيفية الإشراف على قناة نادي الزمالك الفترة دي؟ وعدم وجودها في التغطية. مش ده فتح حسين اللي أنا شغلته ولا رئيس القناة عادي. مش ده خد رجول أنا عينته برضه عادي. إذا أنت أفضلت ملف أزمة القيد، ملف أزمة القيد وإن اللجنة السابقة رجعت إن أنتوا السبب في الموضوع بتاع الأزمة دي. كويس يا تلفون. ثانية واحدة. حسام حسام هو؟ حسام 10. هو طلع في أي قناة قال الكلام ده؟ أنا بسأله. دخلنا الهندوم قالوا نسبة لمين؟ لأبوه.